النهارده كان اخر يوم، انت امتحنت وجيت. يا نهار ابيض، انت راجل مشتاق. ما تقلقش، دي يوم ثلاثة على كده. الفرن ناخد الفرن، بس قبل الفرن اقول على حاجة، اكل على حاجات. اخد حاجة اسمها جيم بالذات، هاي اسمها اسوشيتيف اري. لو فهمنا يا شباب دي اسوشيتيف اري شغال ازاي ودنيتها ازاي، عايز اقول لك ان انت كده البيتش حاططها في جيب زي ما بيقول، لان كل تعاملنا بعد كده هيبقى عباره عن اسوشيتيف اري. علاقتنا بيننا وبين الداتابيز اسوشيتيف اري. هتبقى بعد كده هتحتاج اي حاجه تعملها اسوشيتيف اري. عايز تعمل سيرفيس تكلم موبايل، هتعمل تستخدم الاري سواء اسوشيتيف اري عشان هو يروح ينادى عليها بنفس الاسم. فكل حاجه لو انت فهمت. طب هي صعبه؟ لو انت فاهم الاري فهمت دي. تاخد قيمه وفاليو، قيمه وفاليو. طيب الاسوشيتيف اري ايه الفرق بينها وبين الاري؟ اقول لك صلع سله. تعال اعمل كده بي اتش بي وابدا معاك من الاول. ايام احنا كنا بنقول اكس يساوي 5 و5، اكس ده فاريبل صح؟ مش اري. طب نوعه ايه؟ في الجافا سكريبت كنا بنقول ايه؟ تايب اوف، يطلع لي نوع نمبر صح؟ هنا زي تايب اوف حاجه اسمها فار دمب. حاجه اسمها مين؟ فار دمب. واكتب له مين؟ اكس. دي مش بيجيب لك النوع بس، ده يجيب لك نوعها ايه ومتخزنه في الرام بالشكل الفلاني، يعني متخزنه في على هيئه ايه؟ سترينج ولا انت ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ طيب في الحقيقه، طب لو انا قلت اكس هنا بتساوي هلو، كلمة مين؟ هلو. هيقول انها سترينج ويجيب لي عددهم كام سترينج ومتخزنه في الرامة بالشكل الفلاني. تعال اطبع كده. انا بقول له فاردام بس، ما بقولوش ايك ولا حاجه، هي فاردام هتطبع وهتعمل كل حاجه. تعال نقول له فاردام ريفريش. انا بس في صفحه اسمها ايه؟ ديمو 3 صح؟ هفتح ديمو 3 ازاي؟ هكتب له فوق اسمه ديمو ايه؟ 3. مكتوب ايه؟ حد يقرا؟ جيب ايه؟ فاردم قال لك ايه؟ هي موجوده في السي في الوان في الوان في صفحه اسمها ديمو 3 بي اتش بي. النوع بتاعها نوع ايه؟ والكلمه اسمها هلو واللينس بتاعها كام؟ 5. عدهم 1 2 3 4 5. يبقى فاردم دي بتجيب لك ايه؟ النوع بتاعها متخزنه ازاي في الرام؟ متخزنه ازاي على الجهاز بتاعك؟ متخزنه في صفحه صح؟ ده بالنسبة لفاردام. في مشكلة في كده؟ عرفنا فاردام بتعمل ايه؟ ها؟ يبقى فاردام بتعرف لك نوع المتغيرات، أنت مش هتستخدمها، بس هتستخدمها في الديباج. هنا مفيش ديباجر زي البراوزر تمشي معاه واحدة واحدة. أنت هنا فاردام بتشوفه هو متخزن ازاي؟ بإني طريقة؟ في البي اتش بي. عرفنا فاردام بتعمل ايه؟ زي تايب اوف كده. طيب. عايزين نعمل بدل الإكس ده متغير نخليه أري؟ كنا نعمل ايه؟ يا إبراهيم ركز معايا، عايز اخليها ري، فكنت اقول له ايه؟ اكس 2 مثلا، اكس 2 يساوي، كنت اقول له اقدر اقول له ايه؟ الري. الري مثلا 22 33 44 66. ده الري ولا مش الري؟ كنا عايزين نطبعها نعمل ايه؟ لو واي او فور او فور اتش او كذا صح؟ صح كده؟ تعال نقول له فار دام. نقول له مين؟ فار دام. لمين؟ هيعمل لي ايه فار دام ده؟ شكلها ايه؟ متخزن ايه؟ نوعها ايه؟ عددهم كام؟ مش هو احنا قلنا فاردام بتعمل كده؟ احنا كده كده مش هنستخدمها في 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 طباعه ولا كذا، احنا هنستخدمها في ايه؟ في ان احنا ديباج نشوف الشكل بتاع الحاجه ايه؟ كنترول اكس، حد يشوف النتيجه ده ايه؟ اخد منك اللاب توب يعني حبيبي، اخد منك اللاب توب اكس 2 اقول له فاردام بمين؟ اكس 2 ريفريش
حد يشوف النتيجة ويقول لي ايه اللي شافه واللي استفادوا. بيقول لي ان هالري عددهم اربعه، السايز بتاعها فعلا لو عديته هتبقى ايه؟ اربعه. الاول اندكس اول ايه؟ محطوط في كام؟ انت 22. تاني واحد محطوط في ايه؟ انت 24. تالت واحد انت وفي كام؟ اسال سؤال بقى للناس اللي مركزه معايا، ال 44 دي لو حطيتها من دبل كوتيشن تبقى انتجر ولا سترينج؟ على الرغم ان هي ارقام بس محطوطه من دبل ايه؟ فرضا بتعمل ايه؟ ريفريش. بص كده ايه؟ هي عباره رقم 2 عباره عن سترينج وقيمتها كام؟ واللينس بتاعها كام؟ هو يعني ايه لينس؟ عدد مين؟ الحروف اللي موجوده في العنصر ده. طيب واحد يقول لي هو انا اللي خليتها 444 هيبقى كام؟ 3 حروف. شفت فرضا بتعرف لك ايه؟ تعرف لك متخزنه في الرامه بالشكل الفلاني، متخزنه في الرامه بالشكل ايه؟ الفلاني، متخزنه بكام؟ زيرو. واحد اثنين ثلاثه. لما تحب تطبع دي تقول له ايه؟ اسم الارين اوف زيرو. طب عايز اطبع دي اسم الارين واحد، اسم الارين هو مين اللي عمل لك الزيرو واحد واثنين وثلاثه؟ انت؟ ولا هم البرمجه البي اتش بي اللي عملت كده؟ بي اتش بي عملت اندكس، عملت له ايه؟ اندكس بدا من زيرو بعد كده 1 2 3. لحد هنا مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب متصل على رسول الله. لو انا عايز اطبع اول عنصر فبقول له ايه؟ ايكو. ايكو مين؟ اكس 2 اوف زيرو يطبع لي اول واحد، صح ولا لا؟ اللي هو قيمته كام؟ حد انا مش شايف كده؟ انا بقى في الاسوشيتيف اري انا اللي عايز احط الاندكس بمزاجي، انا اللي عايز احط الاندكس بايه؟ اروح اسموها اسوشيتيف اري. اسوشيتيف ايه؟ يعني انت تحط الاري بالاسم اللي انت عايزه مش بزيرو. سميها اي اسم. هو الديفولت مسميها زيرو 1 2 3 ويزود لحد ما يخلص الاري، صح؟ عايز اعمل اري اسوشيتيف اري. طيب تعال نشوف الاري. اهي يا شباب الاخبار عامله ايه؟ تعال خش خش. لو مش عايزين تصدعوا ممكن تقولوا بره في المكتب الثاني ده. طيب تجيبوا من الصداع ماشي. طيب قلنا لو احنا عايزين نعمل الكيب بايدينا نعمل ايه؟ اسوشيتيف اري. طيب الاري دي اسمها اكس 2 صح كده؟ تعالى نعمل اري ثانيه غيرها اسميها اكس 3. اكس مين؟ عايز اعمل اري اقول يساوي وادي الكلام تحت هنا 44 وخليهم نفس القيمه 2 2 و 3 3 و 4 4 و 6 6. اسال سؤال كده بقت اسوجيت فري ولا مش اسوجيت فري؟ كده اسوجيت فري ولا مش اسوجيت فري؟ لا ما هي هي الري عليه دي هتاخد انت كسر جنب دي رقم كام؟ هكذا. عايز تعمل لي اسوجيت فري؟ بص بقى تيجي هنا كده جنب لي ده وتعمل دبل كوتيشن تعمل ايه؟ وتعمل او تديها اسم اللي انت عايز تديه. بص باجي قبلها بقول دي هتشاور على دي. ايه ده؟ صلى على رسول الله. هو مش في الرام كان بيقول لي زيرو بيشاور على دي وواحد بيشاور على دي واثنين بيشاور على دي وثلاثه بيشاور على دي. انا هدخل اقول بص ده هيشاور على 22. ده بقى انت تسميه الاسم اللي انت ايه؟ عايز وتخليه يشاور على القيمه اللي انت عايزها. فانا هعمل ازاي؟ فباجي هنا قبل القيمه واقول له انا هسميه مثلا في 1 الفاليو الاولى. اي اسم خلي بالك. لا ما تديها اسم بس اي اسم. اي اسم بس مش دي؟ لا اكس 3 فين دي؟ في الاول. معلش مفروغ منها دي خلاص بقى مفروغ منها. تمام؟ في الحاله دي الفي في 1 بتشاور على مين؟ على 22. 22 هي دلوقتي بقت مش اندكس زيرو، الاندكس بتاعها بقى في 1. عايز دي اخليها بتشاور على قيمه؟ اخليها بتشاور على قيمه ازاي؟ اقول له مين؟ دايت ساين دولار او يشاور على مين؟ اخليها في 2. ممكن تعمل فار دايت
نعمل فردم. طب كويس، هو علي عايز يشوف الدنيا تخزن ازاي، اقول له فردم واقول له مين اكس مين. طب نكملهم كلهم ولا عايزين نشوف كده نصهم كده ونصهم كده؟ نشوف نصهم كده. علي بيقول لك طب انا عملت اتنين بيشاوروا على حاجه، طب الاتنين دول مش بيشاوروا ياخدوا ايه؟ جاب لي معمل ياخدوا ايه؟ الديفولت اللي هو كام؟ هيبقى 3 و4 يبقى 2. هو الزيرو راح فين؟ 2 ده هيبدا من الزيرو يعني. اه انا الزيرو اتشغل، الزيرو بتاعي اتشغل. ما انا ما اشتغلتوش. تعال نشوف، تعال نشوف يمكن ياخد ثلاثة زي ما هو بيقول. تعال تعال بس اعمل اللي فوق دي مفهومة صح؟ امسح دول عشان نشوف دي بس. تعال كده. طلع ايه؟ في 1 بتشاور على مين؟ في 2 بتشاور. ايه ده؟ بدأ من زيرو. ما هو الزيرو لسه ما اتملاش، هو الزيرو لسه فار، فطبعا هيبدأ ايه؟ من الزيرو. في مشكلة كده؟ ينفع تغير الزيرو ده؟ طيب سأل عشان انت لو جيت هنا قلت له مين؟ زيرو واحد او دي مثلا تعالى كده في اتنين، دي مين؟ في واحد، ده في مين؟ واحد، وده رحت قلت لها تلاتة، يبقى في واحد الشارع ده، تلاتة الشارع ده، اللي بعديه شارع اللي بعديه يبدأ من كام؟ يا راجل انا وصلت التلات، ارجع تاني. لا هياخد اللي بعده. بياخد اخر اندكس، انا وصلت اندكس كام؟ هرجع تاني؟ انا وصلت التلاتة. هترجعني تاني؟ لا فهو بيبدأ من اخر اندكس، ارقام. اصل ده ما يعرفش يكمل عليه اوتو كومبليت، ما يعرفش يكمل. اصل انت اللي بتحطه بايديك. اما التاني ده شوف انت وصلت لايه اندكس اخر حاجه كام؟ طب ما انتوا فهمتوا كده مامتكم مرة تسال اسئله. هو انا عملت كده ده زيرو وده 12 وعملت دي كده 13 النتيجه بتاعتي هيبدا زيرو هيشوف عادي 12 هيشوف 13 هيشوف دي تاخد كام؟ دي تاخد 14 تاخد 14 صح؟ قول له كنترول اس واعمل ريفلاش 14 لا 14. طب لو خدتها الاول كده، لو خدتها الاول كده وحطيتها هنا كده، حطيتها هنا كده تاخد كام؟ تاخد كام؟ واحد تاخد كام؟ زيرو هيكمل ايه؟ طب ما لو حطيتها قبل الزيرو 66 بقى قبل الزيرو هتاخد تعالى تعالى دي نضيف الاول طيب تجاهل دي انت انت بتسال اسئله تعالى نجرب تعالى نجرب في الحاله دي لو حطيتها هنا تاخد ايه؟ انا نفسي انا اشوف تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ ماينس بقى تاخد كام دي بقى؟ تاخد زيرو زيرو؟ لا تاخد ايه؟ تاخد زيرو برضه؟ هي تاخد واحد على ما اعتقد. تعال نشوف كده. ما جاتش اصلا ما جاتش اساسا. هو ما جاتش لقى دي زيرو فايه؟ ما خدتهاش قيمة تمام؟ مش عالية لا خدت الزيرو محبوسة فقال لا مش عالية مش عالية مش هسعر الزيرو حبيبي لا هو بص مش كده مش كده مش كده اللي حصل كده التاني يا شباب عشان ما حدش يتلخبط يعني هي كانت 66 بره الرامات اصلا اللي حصل كده اللي حصل كده التاني عشان الناس تبقى فاهمه في البروجرامنج عامل ازاي راح عند الاندكس رقم زيرو ما دي اكس دي ايه؟ ركز معايا اكس 3 اكس كام؟ الرامه بتاعتي الاري بتاعتي فيها قيمه 2 3 4 راح عمل اندكس 2 3 4 اول قيمه لو هو الديفولت 0 1 2 ايه 3 بيعملها اندكس بس انا مش هعملها اندكس انا هعملها اسوشيت في اري اللي حصل عمل ايه راح حط ال 66 في الزيرو بعد كده رحت قلت له حش لي من الاكس اوف 0 حط لي فيها كام راح عمل الراجل كده بص ده دافع مينو اساسا من بروجرامنج من ايام ما قلت لك حصاله ومش حصاله بعد كده كمل
12 بعد كده كمل قصدي اللي هو اللي حط كلمه 13 واعطاها اندكس رقم 12 بعد كده 13 وحط فيها كام؟ 4 4. شفت هو مش ازاي؟ هو مش معناه ان هو عمل لها جنب ولا حاجه، هو خدها وحطها في متغير بس راح رحت انت بايديك حشت المتغير وغيرت قيمته. زي ما بقول لك اكس بيساوي 10 بعد كده قلت لك اكس بيساوي 13 ايه اكس هل مسحها؟ لا حاشي كروليو. فمش معناها ان هي اتمسحت ولا حاجه، هي انت رحت حشت من دي مسحت ومسحت وحطيت قيمه جديده. في مفهومه ولا مش مفهومه؟ لان انت عندك اتنين دلوقتي محطوطين، اتنين ايه؟ محطوطين في الزيرو، دي و ودي، واحنا قلنا اخر حاجه هي الايه؟ تتشال في الحصاله. دي اسمها اسوشيتيف مين؟ قرب. حد عنده مشكله؟ طيب اسال سؤال بقى للناس اللي فاهمه. هو انا لو عملت اري كده اقول له في 1 و في 2 بس في 1 بتشاور على 55 وفي 2 بتشاور على 66 عندي كام قيمه؟ 2. تعال نشوف الفار ضم بتاع مين؟ بتاع الاكس هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي القيمه بتاع كل واحد ونوع، صح؟ في مشكله كده؟ لو انا عملت كده صح ولا لا؟ ايكو مين؟ اكس اوف زيرو يا ترى هيطبع حاجه ولا مش هيطبع حاجه ولا يجيب ايرور؟ هو مش هو في حاجه بالزيرو؟ لا اكنك بتنال على قيمه مش موجوده او فاريبل مش موجوده. كنترول كنترول اس ريفريش شوف الايرور بيقول لي انت فاين اوف زيرو اون لاين 11. بيقول لك انا ما عنديش حاجه اوف زيرو في اللاين 11. فعلا هنا ما فيش اكس اوف زيرو خالص، اندكس ما عنديش اندكس اوف زيرو. طب انا عايز اطبع ال 55 اقول له ايه؟ في 1 في 1 بقى الاندكس بتاعي انا اللي حاطه بايديا، بقى 0 ولا 1 ولا 2 بقى ايه؟ انا اللي حاطه بايديا فاقول له مين؟ اطبع مين؟ في 1. وفي 1 ده متغير خلي بالك كده متغير ولا ايه؟ استنى كده ده كده بين دبل كوتيشن واقول له في 1 زي ما هي مكتوبه بين دبل كوتيشن اسمه ايه؟ في 1 خلاص؟ واعمل له مين؟ ريفرش. طبعا كام؟ اسال سؤال بقى للناس اللي فاهمه. لو انا عملت هنا 4 هتشتغل معايا؟ اقول له 4 اوف 0 4 اوف 1 هو في اساسا 0؟ اعمل 4 ليش بس الراجل ده. طيب جاوبنا على السؤال. هو انا عايز اطبع الاري دي كلها اطبعها ازاي؟ ما انا مثلا الاري دي هلف عليهم ازاي؟ هلف عليهم باي طريقه؟ هلف عليهم باي طريقه؟ ما انا قلت له 4 ما ال 4 دي محتاجه اوف 0 اوف 1 اوف 2 اوف 3. طب انا عايز اطبع دي 4 مش نافع وهو اي مش هتنفع وهو اي مش هتنفع لان فوق بتبدا من زيرو لحد عددهم واقول له ايه اكس مثلا اكس اوف الار اول مره الاي بزيرو بعد كده بواحد هل انا عندي زيرو خالص؟ هل عندي واحد؟ فكان لازم الحل بتاع مين؟ فور ايتش. ازاي اطبع ده بقى؟ اطبع حل بقى يعني سيبك من فور دامب بقى اطبع لي ايه؟ اطبع لي الاري كلها عايز اطبع 55 بعد كده 66. طبعا هو كنت تقدر تقولها اكس اوف اف 1 بعد كده اكس اوف اف في 2 اكس اوف في 3 بس لو عندك 100 واحد ما ينفعش. فجاوب لي على كده اقول له ايه؟ 4 اتش لف على الفصل ايه؟ 1 1 ها؟ ساين دول مين؟ اكس اس سميه ايه؟ انا سميه فاليو بالمره دي احسن ناس تقول لك لا لازم ايتم سميته ايه؟ فاليو. يبقى اقول له ايه؟ اطبع مين بقى؟ طبعا 55 66 لو عايز اعمل كونكاتينيت بالحاجه اقول له ايه؟ كونكاتينيت بي ار او اتش ار بعد مين؟ الفاليو دوت واقول له مين؟ اتش ار. اه لازم تقفل الدبل كوتيشن بتاع مين؟ 55. حدد المشاكل في النقطه ده اسمه اسوشيتيف مين؟ اسوشيتيف ايه؟ حدد المشاكل فيه؟ ده بالنسبة للاسوشيتيف اللي طيب صلع سؤالك الفاليو بيديك القيمة بتاعتها اللي هي اس ايتم صح؟ بيقول لك ان انت ممكن تطبع الاندكس ما انا لو عايز دلوقتي اطبع دي تعالى اعمل فار دامب كده فار دامب بس معلش دوكو لمين؟ للاكس فار دامب لمين؟ هيطبع لي ايه؟
هيتباع في 1 في 2 55 سنت صح؟ كل واحد بتشاور على الكاميرا بتاعتك. لو انت قلت له از ايتم او از فاليو يتباع لي فاليو بيتباع لك الكاميرا. هو انا عايز اعرف الاندكس بتاعتي اسمها ايه؟ لو عايز اعرف الاندكس ايه؟ اسمها ايه؟ اسماء الاندكس ممكن تيجي هنا كده مش دي متخزنه كفاليو؟ ممكن تقول الفاليو تقول له كده كي مثلا او اي حاجه يعني مش لازم لازم الطريقه كي بتشاور او على مين؟ على فاليو. ما فهمتش حاجه. عملت زي الاسوشيتيف اري قلت له بص انا عندي مفتاح بيشاور على مين؟ فاليو. عارف ايه اللي هيحصل؟ الشكل ده لا بص بص الشكل ده يجي الكي اللي احنا كنا حاطينه يبقى هنا والفاليو يبقى هنا. يبقى لما الف عليهم ايتم ايتم الكي شايل هنا والفاليو شايل هنا. الكي شايل هنا والفاليو شايل هنا. ما فهمتش حاجه. اقول لك سلاش ولا هو انا لو قلت له هنا اطبع لي الكي عارف الكي؟ اللي هو ده هيمشي عليهم واحد واحد. قلت له كنترول اس كنترول اس ريفريش طلع بي 1 وبي انا عايز القيم بتاعته. فبالحاله دي هتقول له مين؟ دي شايله الاندكس اما ده شايل يبقى لو عايز اطبع الفاليو اقول له مين؟ صح؟ كده اطبع مين؟ طب هو لازم اسميهم كيو فاليو واحد يسميهم اتش وواحد يسميهم زد. مين الكيو ومين الفاليو؟ مين الكيو ومين الفاليو طيب؟ ده طب انا لو ما كتبتش ولا كي ولا فاليو ولا عملتهم بالطريقه دي عملتهم از جي 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 يبقى دي شايل مين؟ شايل العنصر. لو انت قلت له اطبع لي جي جي هيطبع لك قيمته خلاص. هنا خلاص ها؟ يبقى انا بالشكل ده ممكن اطبعهم على كي وفاليو او استخدم الفاليو بس نعمل بالطريقه دي. كنت هتقول لي حاجه على كده يطبع كام؟ هيطبع القيم بتاعته 55 بعد كده 80 66. كنت هتقول لي بقى؟ كنت هقول لحضرتك لو عايزين نطبع الفاليو وال الاثنين مع بعض؟ خلاص ما كونكاتينيت تعالى كده زميلكم بيقول لو انا بسمي دي مثلا كي انا بسميها كي مثلا اختصار لكي و او على اختصار للفاليو في. لو انت عايز تطبع الاثنين مع بعض الطبيعه تيجي تقول له اطبع لي الكي الاول مثلا كونكاتينيت معاه اتش ار ولا بي ار ولا اي حاجه كونكاتينيت يا عم معاه بي. عارفين البي اللي هي بولت ومين اقفل الجفله بتاع مين تحتاجها بتاع مين بتاع البولت. انا ما طلعتش مش عايز اطلع بره انا عايز هنا اقفل مين الجفله بتاع مين بتاع البي واحط جواها القيمه بتاع مين بتاع الفاليو. فانا عايز اطبع الفاليو كان الطبيعي ان انا اقفل دي واقفل بتاع مين؟ بتاع دي واحط بدالهم ايه؟ قصادهم كونكاتينيت لدي وكونكاتينيت لدي واجي هنا واكتب مين؟ الفاليو. فاكرين ده؟ لما كنا من ايه؟ لما الاقي حاجه وعايز اعمل كونكاتينيت على جافا سكريبت ايوه كنا بنعمل براس بس هنا اتغيرت بدل براس بقت ايه؟ هيطبع ايه؟ هيطبع الكي اللي هي هتبقى المفاتيح ويطبع مين؟ الفاليو اللي هتبقى مين؟ القيم. هي دي اللي كنت عايز عليه؟ مفيش بي ار؟ عايز اعمل كونكاتيت لبي ار؟ هتيجي هنا تقول له مين؟ بي ار انا كده كده جوه اساسا دبل كوتيشن فمش محتاج ان انا اعمل ايه؟ دبل كوتيشن ها؟ هو محتاج على ايه؟ طبعا في 55 في 2 66 وهكذا طلعت الاثنين في مشكله كده؟ انت اسمه اسوشيتيف مين؟ عليه مهم جدا 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 ده من الحاجات المهمه خالص. كنا عايزين نقول ايه؟ بالنسبه للاسوشيتيف طب دي استفيد بيه بايه؟ من التنين ممكن يكون راح هناك ايه؟ الساعه ورد راحوا؟ مش عشان ما يتوهوش بس
عشان نوصل ان احنا ناخد من اليوزر كلام. شفت الجافا سكريبت؟ كنا بناخد من اليوزر ايه؟ كلام ونطبعه على ال HTML. انا بقى عايز اخد من اليوزر حاجه اروح اوديها للداتابيس. هو ده احنا النهارده هنشرح الكلام ده كله والبيز بتاع بي اتش بي علشان نوصل للمرحله اللي انا عاوز ادور الفورم. عارفين الفورم اللي كنا بنعملها بلاي باب جيت لاي باب مين؟ انا عايز اليوزر يدخل الاسم هنا ويدخل التليفون واقول له هنا سبميت. بس ده كل عايز ياخد اسم واخد تليفون واقول له سبميت. اول ما يسبميت اعرف امسك الكلام ده في البي اتش بي. ما انا لو مسكته في البي اتش بي خلاص ودي لي الداتابيز بقى براحتك ودي لي اي حاجه. تمام؟ زي في الجافا سكريبت كنت امسك ازاي؟ بدي الحاجه اي دي امسكها بالاي دي امسكها بالكلاس امسكها بالجكويري امسك صح؟ في مشكله في كده؟ والله اللي انا بقوله النهارده احتمال البي اتش بي والجي خلاص كل واحد هيبقى بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. فهمت الاسوشيتي فري خلاص؟ مش انا قلت لك انت لو فاهم اري تبقى فاهم الاسوشيتي فري؟ احنا كده اختلاف اساسا بينهم؟ مفيش اختلاف. انا بقول لك لو انت فهمت اللي انا بقوله النهارده يبقى انت هتعرف تكلم الداتابيس وهتلاقي الموضوع اسهل من الديزاين. عارف الديزاين ده؟ هتكرهه خالص جدا. تمام؟ مش هتقدر يعني مش هتحب تشتغل فيه. تشتغل في الديفولب. فعلا. لان الموضوع ابسط مما تتخيل. انا دلوقتي عندي اسم وعندي تليفون وعايز اجيب سبميت هاخد مين القيم دي واطبعها بس ايه؟ في بي اتش بي بس. انت لو عملت طباعه في البي اتش بي ان انت تروح توديها للداتابيس ده سطر كود يروح يوديك الحاجه دي في البي اتش بي في الداتابيس ما تيجيلهاش. هتجي من الداتابيس هو سطر واحد بس هتوديه للداتابيس. فاحنا خلينا في الجزء اللي احنا فيه. تعالى نعمل فورمه بقى. الاسوشيت فري كده تمام؟ اعمل كومنت لا وتعالى نعمل فورمه. الفورمه نعملها ب اتش تي ام ال ولا بي اتش بي؟ عرف؟ عايز اعمل فورمه؟ ها؟ حد يمليني؟ اعمل فورم؟ هتعملها جيت ولا بوست؟ خليها جيت دلوقتي مبدئيا. ماشي جيت. الفورم بتاعتي اتكتب فيها اكشن واتكتب ميزت واتكتب اتكلمنا عليهم قبل كده طيب؟ في اتش تي ام ال حتى لو كلام بسيط حتى. ماشي اتكلمنا عن ميزه الطريقه اللي اروح بيها. انت قلت لك هتروح هنا لاسكندريه ممكن تروح بجد تروح بسياره. قلت لك الاكشن ده الحاجه اللي هيروح لها. احنا عملنا بحث في جوجل زرار ايه؟ يبحث في جوجل زرار في اليوتيوب صح؟ فالاكشن الصفحه اللي هيروح لها. طيب انا هسيبها فاضيه ومش هتكلم عنها دلوقتي. تعالى نعمل مين؟ ليبل. ايه الليبل ده يا باشا؟ HTML اهو. الليبل ده هو تعالى الليبل ده ماشي يعني ايه؟ اكتب فيه ولا حاجه لليوزر؟ لا اكتب فيه. اضربك يا ابني في التهاون. ليه؟ الليبل ده اكتب فيه ولا حاجه لليوزر؟ حاجه لليوزر. لا انا افتكرت انا اكتب فيه هنا جوه. انا بتكلم في الجول. لا لا بس احنا نقدر نكتب في الجول. انا اجي هنا اكتب. بس احنا نقدر نكتب فيه. بس ما تلخبطش الناس ما تلخبطش الناس. طيب ده انبوت صح؟ ده اللي يكتب في اليوزر نيم صح؟ عايز ليبل تاني وانبوت بس خاصين بمين؟ برقم التليفون. لحد كده في مشكلة؟ هنفصل بس بي ار بينهم وبي ار. عايزين نعمل زرار؟ عايزين نعمل بطن؟ البطن بتاعي يبقى نوعه ايه؟ ايوه الناس فاكرة ايه؟ ده اللي هيروح للسيرفر. جي فايده ان انا اقول له باتون نوع من باتون ما ينفعش. اما الباتون بتاعي من نوع الانبوت بتاعي من نوع مين؟ سبميت. ومش هينفع من روح من النوع الريسيت. الريسيت بتفضي ايه؟ الفورم. فانا اقول له سبميت 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 مكتوبه صح كده؟ لو انت عايز الاوتو كومبليت يشتغل معاك قول له روح لمين؟ اضغط على العلامه اللي هنا دي وقول له مين؟ غيرها ل اتش تي ام ال. لو انت عايز تروح للمود بتاع البي اتش بي اكتب مين؟ بي اتش بي. لو انت عايز تروح للبي اتش تي ام ال هتكتب مين؟ اتش تي ام ال. في مشكله ده؟ حتى الاوتو كومبليت يشتغل معاك. بص سبميت. طيب في علامه اهي انا كده بكتب في مود ايه؟ الاوتو كومبليت بتاع اتش تي ام ال حضرتك هيشتغل. يعني تيجي تكتب هنا اتش 1 يجي لك الاوتو كومبليت بتاع مين؟ اتش 1 واتش 2 اتش. لو انت رحت للمود بتاع البي اتش بي وتيجي تكتب بي اتش بي خلي بالك مش هتلاقي. اكتب كده في البي اتش بي فين الفور اتش؟ فين الافايه؟ مفيش. انت بتكتب في مود مين؟ عايز اروح للبي اتش بي.
البي اتش بي تشتغل اهو، تقول له اف شغال الافات اهي، تقول له فور اوتو كومبليت بتاع الفور اهو شغال تمام. انا دلوقتي رحت الاتش تي ام ال اقول له التايب هنا، انا في مود الاتش البي اتش بي ولا اي حاجه، فين يا عم تايب باتون ده وتايب ده؟ مفيش، لان في مود مين دلوقتي؟ اقول له المود بتاعي مود مين؟ هنا تقدر تقول له كده اهو النمبر والسبميت والتكست اللي هم كانوا بيجوا دول، صح؟ فهمتها كده ولا لسه برضه؟ تكست طيب المود بتاعي نوع سبميت، تعمل كنترول اس وان مين ريفريش كلمه بس نخليها له فاليو اقول له ايه؟ سبميت كلمه تظهر يعني، دوس كده في مشكله؟ ده فورما باستخدام جدا. خد بقى مني بقى في الجافا سكريبت عشان امسك اي حاجه امسك الفاليو فيها بقى بداه اي دي او كلاس او اللي هي اسمها اسم التاج باسم مين؟ اي حاجه في الفورما عايز تاخد القيمه منها في البي اتش بي احفظ وبعد كده تفهم. لازم تديها اسم. بتعامل في السيرفر بالاسم ما بتعاملش بالاي دي، بتعامل في البي اتش بي بكل انبوت او كل عنصر عايز استخدمه بايه؟ بالاسم. استخدمه بيها؟ بالاسم. اقول تاني؟ يبقى اي حاجه في الفورما لازم تاخد ايه؟ تعال نشوف حضرتك انت كاتب الانبوت ده، اعطي له اسم؟ يبقى اعطيت ده اسم؟ في البي اتش بي مش ينفع تمسكه، لازم ادي له مين؟ اني. الاسم اسميه ايه؟ ده حريه اختيار. اسم اكس واي زد، بس احنا دايما بنتعامل على الكونفنشن دي الاسماء المتفق عليها، هو ده هيشيل يوزر نيم، يبقى الافضل اقول يوزر نيم. يعني اسمه بيشيل ايه؟ انا سامي نفس الاسم يعني، نفس الحاجه اللي بيعملها. التاني خاص بمين؟ بالفون، واخد اسم؟ النيم. هيدي له اسمه ايه؟ حد عنده مشاكل في كده؟ ها؟ حد عنده مشاكل؟ يوزر نيم وفوق الليبل ادي له اسم الليبل اسال سؤال ادي له اسم هو انا محتاج في ايه؟ انا محتاج القيمه اللي هتتكتب في مين؟ في الام. الاسم سميته نيم والتاني سميته مين؟ فوق. والميزه بتاعتي اسمها مين؟ مش هروح للبي اتش بي ولا حاجه الكلام بي اتش تي ام ال عادي اهو. تعالى اعمل ايه؟ ريفريش. عملت ريفريش، تعالى اكتب هنا احمد والفون بتاعه زوره 12 20 15 15 26 اقول له مين؟ سبمت. عايزك تبص لليو ار ال، بص لليو ار ال. اليو ار ال اللي زاد عليه، تعال نشوف اليو ار ال اللي زاد. احنا جايين الكلام ده بس انا بحب افكر الناس بيه. هنستخدم باسورد عشان لو في باسورد، انا معيش باسورد ضغط يا جورج. ماشي كلامك مظبوط. هنا كده زود لي جالي بعد الديم 1 ايه؟ عمل علامه مين؟ علامه التعدد الاستفهام. وبعد كده كتب مين؟ يوزر نيم دي اليومي الاسم اللي انت سميته. طب احمد دي مين؟ القيمه اللي دخلها اليوزر. بعد كده انت ليه انت؟ علشان يعمل انبوت ثاني، عشان ده في اسم ثاني هيجي بعديه. انت بيفصل بين كل اسم واسم. انت كتب فون، فون دي مين؟ مين حد يرد عليا؟ فون دي مين؟ الاسم اللي انت سميته هنا. طب وزيرو 12 20 15 ده القيمه اللي دخلها مين؟ يبقى الاسم والقيمه، الاسم والقيمه، الاسم ومين؟ والقيمه. طيب اسال سؤال بقى، اليو ار ال هيبقى ازاي؟ لو انا جيت هنا وعملت له كده انبوت تاني واخد البي ار والبي ار دي وقلت له هنا الايميل. قلت له يوزر ايميل. طبعا هسمي ده بدل ما هو فون هسمي مين؟ لما تدوس على سبميت اليو ار ال هيتكون ازاي؟ صح كده. اعمل ريفريش وزي ما زميلك قال كده اكتب من احمد، اكتب التليفون اهو، اكتب الايميل الاسم ده. لما تدوس سبميت اليو ار ال هيجي ازاي؟ في الاخر هيعمل انت ايميل. تعالى كده كنترول اس واعمل مين؟ وخد بعد اليوزر نيم، زود على الصفحه، زود على الصفحه علامه ساين دولار، علامه استفهام، يوزر نيم. مين اليوزر نيم؟ الاسم اللي انت سميته وقيمته للقيمه اللي دخلها الراجل. الفون ده الاسم اللي انت سميته. الايميل ده الاسم اللي انت ايه؟ سميته. طب سميته اكس، هيبقى اسمه في اليار اللي اكس. ده الطريقه اسمها مين؟ جيت. الطريقه اسمها مين؟ جيت. هو انا لو عامل ده بوست ده عامل ده ايه؟
يبقى هو راح للسيرفر بيو ار ال اهو، راح للسيرفر بيو ار ال. لو انا عامل الكلام ده باستخدام طريقه بوست، باستخدام طريقه مين؟ بوست، باستخدام مين؟ وجيت هنا كتبت احمد، كتبت كذا، عملت كذا، ودوس سبميت، اروح للسيرفر ولا ما راحش؟ اروح للسيرفر، بس بيو ار ال ما ايه؟ ما يظهرش. ما يظهرش، بس اللي انت ما تعرفوش ان البراوزر خد الانبوت باساميهم وهو رايح للسيرفر، راح عمل كده، راح عمل كده، بص قال لك يوزر نيم. لما احنا عملنا الفورمه بتاعتنا باستخدام جيت، لما كانت الفورمه بتاعتنا باستخدام جيت ايه اللي حصل؟ كتب الاس ظهرت في مين؟ في اليو ار ال بتاعي ريفريش، كتبت هنا احمد، الفورم بتاعي 012، دوست مين؟ سبميت. لو احنا مسكنا اليو ار ال هتلاقي ايه؟ ان هو راح عمل عمليه استفهام زي ما اتكلمنا، وزود ايه؟ كل قيمه اسمه قيمه، اسمه ايه؟ وقيمه. ده باسم مين؟ استخدام مين؟ جيت. حولت الفورم بتاعتي من جيت لمين؟ لبوست. تعال نحولها بقى مع بعض، حوله مين؟ بوست. اعمل ريفريش، امسح اليو ار ال اللي زاد ده وقول له مين؟ ريفريش. قول له هنا احمد، وقول له هنا 012، وقول له مين؟ ايه؟ وقول له سبميت. في حاجه راحت للسيرفر؟ راح للسيرفر. هو مش مخفي بالطريقه اللي انت متوقعها. لو انا عملت انسبكت اليمنت ودوست هنا سبميت، في حاجه اسمها نتورك، وتعالى نعمل سبميت تاني اهو من زوم. تعالى نكتب هنا مين؟ احمد، برضو نخليه احمد عشان ما تلخبطش فيه، والرقم 012، والايميل اي ايميل، واقول له ايه؟ دوس سبميت، اروح للسيرفر اهي، البيانات اهي، دوس عليها كده احمد، ودوس سبميت. في النتورك، النتورك اهي، تضغط على دي كده، انزل تحت كده، هتلاقي ايه؟ فين فين يوزر نيم؟ انا عايز ادور عليها كلمة احمد، هتلاقي احمد يوزر نيم. يوزر؟ اتش 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 سبميت، دوس على دي، دور على كلمة اتش 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 هنا، فورم داتا، حاجة اسمها فورم داتا، ايه اللي تحت اهو؟ شايف؟ يوزر نيم اتش اتش اتش، والفورم فاضي، والايميل فاضي، فيعني محدش يقول لك ان البوست سكيورتي قوي يعني، ما هو الداتا موجودة في البراوزر، البراوزر بيعمل ايه؟ هو في الجيت اللي بيحصل يكتب اليوزر نيم يساوي اللي اليوزر هيدخله، اند الفون يساوي اللي اليوزر هيدخله اللي انا مش عارفه اهو، بعد كده اند الايميل، الايميل
يساوي اللي اليوزر هيدخله، صح كده؟ وهو رايح للسيرفر اريح بهم كده بالطريقه دي، السيرفر اقدر امسك الحاجات دي، صح كده؟ صح كده؟ طيب في البوست، لو الفورمة بتاعتي بوست، الحاجه اللي بتتعمل في اليو ار ال البوست بتعملها، بس بدل ما بتعملها لك في اليو ار ال بتعملها لك فين؟ في البادي بتاع مين؟ بتاع البراوزر. هو رايح للسيرفر رايح بمين؟ بدايه. والبوست والجيت وي رايحه للسيرفر رايحه بيها بدايه. في مشكله في كده؟ تمام؟ طيب انا كده برضو في نفس الموضوع يعني، تمام؟ لو جيتوا في الاشيوزيت فريق كنت فهمتوا شويه. اسال سؤال للناس بقى، يعني ايه بوست؟ يعني جيت ده الطريقه اللي رايح بيها للسيرفر، الطريقه اللي رايح بيها للسيرفر، رايح اسكندريه بالقطر ولا بالميكروباص؟ ده الطريقه اللي ماشي بيها. في مشكله كده؟ طيب الاكشن اهو، ده انا رايح ليني صفحه، لو انا سبتها فاضيه رايح للسيرفر وراجع على نفس الصفحه. طب انا لو رحت وقلت له كده انا رايح للسيرفر وراجع على ديمو 4، على ديمو مين؟ دوت بي اتش بي. رايح للسيرفر على اكشن ورحت جيت هنا كتبت له ديمو مين؟ 4 دوت مين؟ بي اتش بي اتش بي. ديمو 4 دوت مين؟ بي اتش بي. انا رايح بطريقه بوست ولا جيت؟ بوست. طب لو خلينا جيت البيانات هتروح للسيرفر بس عن طريق مين؟ اعمل ريفريش، تعالى اكتب له هنا احمد التليفون بتاعه اليوزر نيم او الايميل واقول له مين؟ راح فتح صفحه اسمها كده ديمو 4 وراح بطريقه بوست ولا جيت؟ بوست. ليه؟ يا راجل قول يا راجل ده طريقه اسمها جيت وراح على السيرفر بس فتح لي صفحه مين؟ فاضيه اللي هي ديمو 4 اللي هي كانت لسه مكريتن، صح؟ طيب سيبك من الصفحه وللاكشن، احنا دلوقتي عايزين نمسك من اليوزر اي حاجه. انا هخليه يروح لنفس الصفحه، يبقى انا اكتب مين؟ اكتب فاضي، سيبه فاضي، او نكتب اسم الصفحه، او لسه ما خدناش. خلاص؟ طيب هنا الصفحه بتاعتي اسمها مين؟ ديمو 3. فانا بقول له احنا عندنا فورمه كل اللي احنا عايزينه برضه عشان تتابعوا معانا، عايزين ناخد البيانات من اليوزر، اكتب هنا الاسم بتاعه وبعد كده اكتب التليفون بتاعه وقول له حفظ او سبميت. هاخد البيانات من اليوزر، لو انا اخدت البيانات من اليوزر رحت للبي اتش بي مسكتها في البي اتش بي، اول ما مسكتها في البي اتش بي اقدر ابصل مين؟ للداتا بيز، ابصل اي مكان انا عايزه. تمام كده؟ طيب الطريقه بتاعتي اسمها مين؟ جيت، صح؟ صح كده؟ ايه معنى جيت ومعنى بوست؟ اقول لك صلي على رسول الله. لسه شويه ماسحين حاجه لسه واخدينها دلوقتي اسمها اسوشيتيف اري، صح؟ اسوشيتيف اري عباره عن ايه؟ اري بس كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو. قال لك هنا الجيت عباره عن اسوشيتيف اري، عباره عن ايه؟ اسوشيتيف اري. عندك في بس اسوشيتيف اري مش انت اللي مكريته زي ما احنا كريتناه دلوقتي، ده اسوشيتيف اري بي اتش بي بتكريته. الاري اللي متعرف عليه اقول اكس يساوي 5 6 8 ده اري اسوشيت فري، مش اسوشيت فري ده لا اري عادي. طب لو انا عايز احول لاسوشيت فري كنت طبيعي ان انا اقول اكس يساوي اقول هنا اي كي يشاور على الخمسه اسميه في 1 و اي كي يشاور على 6 اي كي يشاور على مين؟ 8، صح كده؟ انا ما عنديش دي ما عنديش دي، انا عندي بي اتش بي مكرياتها لي اري اسمه جيت. اري اسمه مين؟ جيت. هو مش اسمه جيت بالظبط كده، هو اسمه اندرسكور جيت. اندرسكور مين؟ جيت. وعندي اري تاني اسمه اندرسكور مين، بيبقى اري فاضي ودي بيبقى اري ايه؟ امتى يتملى؟ دوس سبميت. اقول تاني امتى يتملى؟ دوس سبميت. طب ما الاري هيتملى، هو هيتملى اري عادي؟ لو اري عادي هروح يحط القيم جنب بعض هيكتبهم كده 55 و 66 و 77 كده، ده اري عادي صح؟ لا ده حضرتك ما بيدخلهمش اري عادي، انت بتدخلهم اري ايه؟ اسوشيتيف اري. اسوشيتيف اري يعني ياخد الكي بتاع ده اللي هو اسمه يحطه في الكي، وياخد القيمه اللي دخلها اليوزر يحطها في الفاليو، ياخد الاسم بتاع ده يحطه في الكي، وياخد الفاليو يحطها في مين؟ في الفاليو، ياخد الاسم بتاع الزرار الثاني
بتاع البطن الانبوت التاني بتاع الفوق. ما فهمتش حاجه اقول لك تمام. صلع سؤال، احنا الفورمة بتاعتنا رايحه بجد ولا بص؟ رايحه بجد، رايحه بجد. ادي عندي التليفون وعندي الايميل، عندي التليفون وعندي مين؟ وعنده زرار فلاش اسمه مين؟ سبميت. سبميت دي اول ما ادوس عليه هيملى مين؟ الجيت او البوست. طب انا في الحاله بتاعت الجيت ولا البوست اللي هتتملى؟ الجيت. طيب هو في اري اسمه اندر سكور مين؟ جيت. الاري دي فاضي، الاري دي مين؟ اول ما تدوس سبميت يمشي على الفورمه عنصر عنصر. انبوت انبوت اللي واخد اي اسم. طب لو انبوت مش واخد اي اسم تبعنا مش تبعنا؟ مش تبعنا، مش قلنا اي انبوت لازم يبقى واخد اسم؟ نمشي عليه. هو ده اسمه ايه؟ طب وده اسمه ايه؟ واللي تحت اسمه ايه؟ يروح يمسك الانبوت اسمه جيت ويمسك الاري الفاضيه دي ويروح يقول له استنى ده انت هتتملى. اول واحده يكتب اليوزر دي، يكتب مين؟ يساوي اللي اليوزر هيدخله، احمد علي. بعد كده و فوق يساوي، مش يساوي ارض، معلش ارض، ودي ارض مفيش حاجه اسمها يساوي، ده ري ارض. ارض يعني بيشاور. فاهم؟ يشاور على مين؟ على اليوزر مين؟ هيدخل. وبعد كده مين؟ ايميل. على مين؟ وقفلت الان نور. انا عايز اوصل للقيمه دي، عايز اطبعها، عايز اطبعها. اطبعها ازاي؟ هي دي اريه ولا مش اريه؟ كنا في الاريه عشان نوصل لعنصر نطبعه ازاي؟ اسم الاريه اوف زيرو، اسم الاريه اوف واحد. هل احنا عندي زيرو؟ ايه ده مش اريه عادي، ده اسوشيتيف ايه؟ اريه. يبقى انا اطبعه ازاي؟ ها؟ اقول له ايكو؟ ها؟ اسم الاريه اسمه ايه؟ اسم الاريه اسمه ايه؟ اسمه جيت. اقول له ايه؟ في مين بقى؟ يوزر حسين. عايز اطبع الايميل ايكو. ها جيت. وفي مين بقى؟ ايميل. عايز اطبع الفون يا ابراهيم. اوف ايميل. عرفنا كده نمسك ايه؟ من اليوزر البيانات بتاعته. طيب تعالى كده في البي اتش بي، ده كود البي اتش بي صح؟ ده الاسوشيتيف اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي صح؟ صلى على رسول الله. فار دامب اللي احنا لسه قلنا لنا بقى، فار دامب بتعمل ايه؟ بتعمل ايه فار دامب؟ ازاي الدباج بتجيب لك شكل الاري ازاي او شكل المتغير في الرام ازاي؟ ايه رايك لو عملنا كده؟ فار دامب هنا مش هنبدا من ايه تو كومبليت ليه؟ عشان المود بتاعي ماله؟ هقول له بي اتش بي، هقول له فار مين؟ فار دامب لمين بقى؟ انا عايز اقول له فار دامب لمين؟ للجيت اندر سكور جيت. مش احنا عايزين نعرف الجيت شكلها ازاي؟ شكلها ازاي في الرمى؟ لا كابيتال في البي اتش بي هنا مش فارقه، في الاتش تي ام ال مش فارقه، هو المفروض كابيتال كلها. في الاتش تي ام ال مش بيحترق معايا. لازم كابيتال. بعدين اسم الاري بتاعتها هي كاتبها كابيتال كده. خلاص اندر سكور مين؟ جيت. اقول له كنترول اس. تمام؟ تعالى بس اعمل ريفريش هنا كده للصفحه بتاعتي. احنا قلنا هيتملى امتى؟ هتتملى امتى؟ لما ادوس على مين؟ سبميت. انا ما غيرتش ال الاكشن فاضي بس لازم حضرتك تيجي تعمل ريفريش. هيجي لك ايرور دلوقتي معاك انت بيه. هو مش ايرور عشان اعمل جيت، فالجيت شغال مفيش مشكله. هنا الاريفه ماله؟ الاريفه ماله في البدايه لسه مفتوح الصفحه فاضي ولا مليان؟ تعالى نكتب هنا مين؟ احمد 012 كان سبميت. ايه اللي حصل؟ عندي مين؟ بيشاور على مين؟ فون بيشاور على مين؟ ايميل بيشاور. طب تعالى نغير كده. علي تليفون ايميل سبميت. يا اخي بالله عليك لو انت عندك اسوشيت في اريزي كده تعرف تمسك البيانات بتاعتهم ولا لا؟ زي ما احنا كنا بنمسكهم قبل شويه. خلاص اسم الاري اوف كذا، اسم الاري اوف كذا، اسم الاري اوف كذا، صح كده؟ طب اسم الاري بتاعتنا اسمها ايه؟ جيت اوف يوزر نيم، جيت اوف كذا. طب لو انا رايح بطريقه اسمها بوست، لو رايح بطريقه اسمها مين؟ في الحاله دي هتعمل ايه؟ تمسك البيانات دي بقى بدل ما هي هتبقى ايه؟
بس هتبقى نفس البيانات ولا مش نفس البيانات؟ اندرسكور مين؟ بوست. بوست كابيتال برضه. اندرسكور بوست. كنترول اس واعمل مين؟ ريفريش. اقول له احمد. اقول له مين؟ يبقى لما ادوس سميت سواء الميزل بتاعتي جيت ولا بوست باخد الداتا معايا ولا لا؟ لا ده اليو ار ال ده قديم متخزن قديم يا علي. اهو ده متخزن من زمان. متخزن من زمان اهو. اهو يا علي. متخزن من زمان. يبقى انا لما ادوس سميت سواء بطريقه جيت ولا طريقه بوست هيظهروا هيروح للسيرفر بدايه. اقدر امسكها في السيرفر ولا لا؟ امسكها ازاي؟ اسم الاري وفي الحاجه، اسم الاري ايه وفي الحاجه، اسم الاري بتاعت اسمها مين؟ تعالى بقى نقول له ايه؟ ايكو ويلكم. كونكاتينيت اعملها ازاي؟ دوت. انا عايز اقول له ويلكم اسمك، هو اسمه ايه؟ ده ما اعرفش، ده لسه هيكتب اسمه، هيكتبه في مين بقى؟ في الانبوت اسمه ايه؟ فون ولا ايميل ولا مين؟ يوزر نيم. طب امسكه ازاي؟ جيت ولا بوست؟ انا مش عارف الفورمه بتاعتي جيت ولا بوست. بص شويه واتاكد. بوست. ابقى اقول له اندرسكور مين؟ بوست. اوف مين بقى؟ من اليوزر نيم. زي ما انت كنت كاتبه في الانبوت. الانبوت كنا كاتبينه ايه؟ يوزر نيم. في مشكله كده؟ طيب عايز اعمل كونكاتينيت لي اتش ار كده. اتش ار ازاي؟ دوت. اقول له ايه؟ يور ايميل. عايز اطبع ايميل. ها كونكاتينيت ازاي؟ دوت. ها عايز اطبع بقى الايميل بتاعه. الايميل بتاعه ازاي؟ اندرسكور بوست اوف ايميل زي ما انت كنت كاتبه. خلاص كده في مشكله كده. عايز اطبع اتش ار. اقول له ايكو مين؟ اتش ار ايكو. عايز في الاخر خالص اقول له ايه؟ اليور فون از كذا. عايز اعمل كونكاتينيت للفون بتاعه. دوت اندرسكور بوست. بوست اوف مين بقى؟ فون زي ما انت كاتبه تحت. تعال نشوف الشكل ده اللي هيتنجم عامل ايه؟ كنترول اس اعمل ريفريش. طبعا اول مره هيجيب ايرور واقول لك ليه ايرور. صلى على رسول الله. هو امتى البوست اتملى؟ صح. لا مش لما ادخل البيانات، لما ادوس ايه؟ صمت. هو انا اول مره كده دوس صمت ولا لا؟ او وانا بدوس على اليو ار ال كده لو فتحته اول مره، فتح الصفحه اول مره، هل كده انا دوست على صمت؟ هل دوست على صمت؟ وانت بتقول له اطبع مين؟ هنا في الطباعه بتقول لي اطبع لي ايه؟ بوست اوف مين؟ وانا في البدايه لسه اليوزر البوست ملاه فاضيه، مش انا بقول لك البوست فاضيه؟ فانت بتقول ايه؟ بوست اوف يوزر نيم. هي البوست فيها حاجه لسه؟ امال انت بتتملى؟ لما اعمل سبمنت. في اول مره هيجيب لك ايرور. اقول لك نتفاداها ازاي؟ اقول له كنترول اس اعمل ريفريش شوف الايرور جدا. طيب ما تتخضش من اي حاجه. هو بيقول لك ايه؟ انا رحت دورت في اليوزر في البوست ما لقيتش حاجه اسمها يوزر نيم. دورت في الايميل في اليوزر في البوست على الايميل ما لقيتش. دورت على ما لقيتش. عارف انت لو جيت تصمت هنا الايرور هيتحاش. هو الايرور ما اتحاشش الحاجه، هو كده البوست ايه؟ اتملت بدايه. فانت ما تقول له بوست اوف يوزر نيم موجود، بوست اوف ايميل موجود، بوست كذا موجود. في مشكله كده؟ طب انا عايز الايرور ده ما يطلعش حتى لو انا بفتح في اول صفحه. انت عايز ايه؟ انت عايز ما يتنفذش الكود ده. ازاي الكود ما يتنفذش؟ لا يا راجل فانكشن توقف لك الكود خالص. انا بقول عايز ما يخدش هنا غير لما يكون فيه ده. عايز اعدله شرط اف كونديشن. اقول له اف ايه؟ اقول له لو البوست دي فيها حاجه، لو البوست دي فيها ايه؟ حاجه صح؟ اقول له لو البوست موجود فيها قيمه. طيب صلى على النبي. الميثود ايكوال بوست صح؟ اقول له اف الميثود ايكوال بوست. ما هي ممكن بالطريقه دي. اقول له لو انا رايح ببوست بس انا دلوقتي المشكله اللي فيها هو بيدور على البوست ومش لاقي حاجه في البوست. هو البوست لسه ما اتعملتش. امتى بقى البوست اتملى؟ فندوس على مين؟ صمت. اما
امال ايه الجيت ايه الجيت لما تدوس كده جيت لما تدوس من الار ال ايه جيت طيب انا اقول حاجه ولسه هنتكلم فيها تاني بعدين انا دلوقتي انا عايز اقول له لو البوست مليانه لو البوست مين اون كليك ما هو مش جاي جافا سكريبت انت انت انا واخد بالي الكود ده مش هيتنفذ غير لما يتنفذ الكلام ده لو انت بتتكلم على اجاكس لو بتشتغل اجاكس كان كلامك مظبوط احط الفانكشن ده مش زي جافا سكريبت انا عارف انت تفكيرك راح ايه جالك احط ده فانكشن واون كليك مفيش كده مفيش حاجه اسمها اون كليك ون موف ده الكلام ده جافا سكريبت عادي احنا في اتش بي عندي لا اما بوست لا اما مفيش غيره مفيش حاجه اسمها اون كليك والموف والموصول والكلام ده كله فالطبيعي ان انا عايز احط شرط اقول له ايه رايك لو عملت كده اف بالكلام ده عايز اقول لو في البوست يوزر نيم لو في البوست فو لو في البوست ايميل لو في البوست حاجه منهم هي اللي هتمشي كده عايز اقول لو في البوست ايميل اعمل لي الشرط ده وقف اسال سؤال امتى يخش ينفذ الكود ده؟ لو الشرط ده اتحقق يخش هنا، طب لو الشرط ده ما اتحققش؟ ففي فانكشن جاهزه في الـ بي اتش بي اسمها السيت يعني ايه السيت؟ فاكرين سيت وجيت؟ في الجافا سكريبت يعني ايه سيت؟ حطيت لها قيمه، يعني ايه جيت؟ خدتها من القيمه، فقول له لو السيت يعني في قيمه للكلام ده تعال لو الكونديشن بقول له لو اتحط قيمه لمين اقرا كده يا علي للبوست اوف يوزر نيم هل هو موجود في قيمه انت ادمان قيمه فيه عرفت ايه السيت بتاع جافا سكريبت كنا بنقول ايه السيت يعني حط له قيمه جت هل هو الشرط ده حقيقي ولا ما اتحققش انت اتحقق لما يكون سبميت موجود اقول له كنترول اس اعمل ريفريش اول مره هتجيب الاوبر مش هيجيب؟ مش هيجيب لان انت عالجت الموضوع ده بايه؟ يفشل تعال نقول له مين؟ احمد والفون بتاعه كذا والايميل بتاعه كذا اقول له مين؟ سبميت تعال نشوف اللي طبع فوق ويلكم احمد ايميل كذا يور فون اس كذا انت كده خدت نص المشوار نص ايه؟ المشوار نص المشوار الثاني اسهل من كده ان انا اخد البيانات دي واوديها فين؟ للداتابيس سؤال بس اسال احنا كده لو انا عملت اليوزر نيم وعملت سبمنت هيبعت صح انا عايز لما اعمل يوزر نيم وعملت سبمنت ما عادش لما اعمل البيانات كلها ماشي احنا بنتكلم ده في البدايه ان احنا ناخد منه بيانات بعد كده احنا نعمل فاليديشن دلوقتي ونعمل ان هو لازم دخل ده ولو دخل ده غلط ولو دخل اقل من خمس حروف ولو دخل من ست حروف تمام احنا دلوقتي كان هدفنا ان احنا نمسك منه الداتا تمام خلاص احنا ستوب اند صوب على كده خلاص؟ النهارده ولا بيه؟ ساعتين ممكن اسطب على كده و اه كده